الوقت محمد عادل حكم مباراه الاهلي والزمالك، ما طلع قال لك الاحتواء وابن احتواء نادي الزمالك، وبسم الله ما شاء الله الاحتواء بقى على اخره في الدوري المصري لحد ما وصلنا للكلام في الدوري الانجليزي دلوقتي، لان بعد كل حاله تحكيميه جدليه بخش الاقي الاخوه السعوديين مبهدلين الدنيا على تويتر. سعادتك الدقيقه 38 الكره بتاع كايا فيرتز يقول لك طرد، لازم يطرد يا باشا، كايا فيرتز لازم يطرد. تبص على الحاله فعلا كايا فيرتز اخطاء، يعني دخل في بالمرفق في دماغ لعيب نيوكاسل، وتبص على الكوره اللي اتقال عليها ضربه جزاء تلاقي ان يا دوبك بس تشالوباك انا هيقطع التيشيرت بتاع اللعيب بتاع نيوكاسل، لو التيشيرت اتقطع كان ممكن تحجز ضربه جزاء، انما التيشيرت ما اتقطعش، يبقى ما فيهاش اي حاجه عزيزي. ما تقوليش بقى صباح الاحتواء عايز بيلن ولا ضربه جزاء، تشيلسي خد الاثنين في بعض، ما فيش طرد وما فيش ضربات جزاء، فتشيلسي طمع في الحالات التحكيميه وخدها كلها لوحده. يا عم احنا اتكلمنا على الحالات التحكيميه اللي كلها جدل، عايزين نتكلم على حاجه مهمه جدا. هل نيوكاسل النهارده كان كويس جوه الملعب؟ طبعا نيوكاسل كان كويس جدا 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 جوه الملعب، وده يرجع لايدي هاو. ايدي هاو اللي كان عامل منظومه محترمه جدا جدا جدا، لو دورت على الفرقه قبل ايدي هاو هتلاقي ان هي ما كانش ليها اي ملامح خالص مع رافا بينيتيز، اما مع وجود ايدي هاو الفرقه بدات تتغير، والفرقه بدا يكون ليها شكل جماعي مميز جدا. الشكل الجماعي المميز ده كنت بتلعب النهارده بخمسه اربعه واحد قدام فرقه زي تشيلسي، انت عارف كويس قوي ان اصابات تشيلسي هتجبرها ان هي تلعب على الاطراف، لان هو مجبر يلعب بزياش هنا ومجبر يلعب بتيمو فيرنر هنا، لان هو حرفيا ما عندوش باكات ورا. ريش جيمس مصاب، بنشيرو المصاب، ماركوس الونسو مصاب، كالوم هوتسون اودوي كمان كان من لعيبه اللي محتمل ان هم ما يشاركوش النهارده، فانت بسم الله ما شاء الله يعني عندك فرقه عندها كوكتيل اصابات. تشيلسي ناحيه الاطراف بس هي اللي هتهاجم، ليه؟ لان الباكات مفيش باكات هيهاجموا، لا مالانج سار هيهاجم ولا تريفو تشالوبا هيعمل ادوار هجوميه، وطبعا لا روديجر ولا كريستيانسن هيعملوا ادوار هجوميه الا في الكوره الثابته. نص الملعب جورجينيو معروف ان هو ارتكاز ثابت، ما بيعملش ادوار هجوميه الا في الحالات اللي هي بتلاقيها ضربات الجزاء وحالات متحركه جوه الملعب قليله قوي اللي هتلاقي فيها جورجينيو بيعمل وجبات هجوميه، وطبعا بجانب الكوره الطوليه اللي هو لاعب النهارده واحده منهم لكاي فيرتس خلصت المباراه. طيب نقوله كانت هيشيل مع حكيم زياش ناحيه اليمين؟ لا صعبه جدا. موسم مونتا هيشيل ناحيه الشمال مع تيمو فيرنر؟ موسم مونتا هيشيل ناحيه الشمال مع تيمو فيرنر هجوميا، بس هل تيمو فيرنر هيقدر ان هو كهاف يعمل الادوار المطلوبه منك انك تسجل او تصنع اهداف؟ ما حصلش. كايا فيرتز بالنسبه لي هيفضل دايما فكره مميزه جدا ان انت بدات تقتنع بيه ان هو سترايكر، لان لوكاكو حتى الان لسه ما دخلش في الاجواء بتاع الدوري الانجليزي واجواء تشيلسي والكلام الكتير اللي كان موجود بره الملعب بدا ياثر على مستواه جوه الملعب. الناحيه الثانيه بقى نيوكاسل زي ما قلت لك كان عارف كويس قوي ان هو يلعب فرقه بتلعب على الاطراف بس، فوقف قدام زياش ما التارجت، وقف قدامه جاكوب موربي، والناحيه الثانيه وقف قدام تيمو فيرنر وموسم مونت خافير، وقف قدامهم ميجيل ارميرون. خافير وارميرون عملوا مباراه كويسه جدا جدا ناحيه الشمال، والناحيه الثانيه ما التارجت وجاكوب موربي عملوا مباراه كويسه قوي قدام حكيم زياش. زياش اللي برده ما عملش مباراه سيئه قوي، بالعكس زياش كان كويس جدا. التغييرات اللي عملها السيد توماس توخيل، نزل ماتيو كوفاتيتش مكان موسم مونت في الدقيقه 63، ونزل لوكاكو مكان تيمو فيرنر في نفس الدقيقه، وكريستيان بولوسيتش مكان مالانج سار، وكريستيان بولوسيتش دي قلبها 3 3 4، هو قلبها 3 ورا، هيكون موجود شالوبا مع كريستيانسن مع روديجر، ونص الملعب هيكون فيه كوفا وجورجي ونجولو كانتي، والاربعه اللي هيكونوا موجودين كريستيان بولوسيتش حكيم زياش، اثنين في القلب، اثنين يعني واحد هنا واحد هنا، موجود كان هنا حكيم زياش ناحيه اليمين، وهنا كريستيان بولوسيتش، واثنين في النص هيكون موجود لوكاكو وكاي هافرتز، بحيث نلعب عرضيات كتير على كاي هافرتز ولوكاكو. وقد كان فعلا الكره الوحيده اللي تشيلسي قدر يخلص بها المباراه كره طوليه من جورجينيو، استلمها ببرود غير طبيعي كاي هافرتز علشان خاطر يسجل بيها هدف حسم المباراه. مباراه لولا اخطاء التحكيم ممكن كانت النتيجه راحت لحته ثانيه، طبعا النتيجه كانت ممكن تروح لحته ثانيه لو تم احتساب ضربه جزاء لنيوكاسل او تم طرد كاي هافرتز اللي سجل الهدف. بس عزيزي اخطاء التحكيم جزء لا يتجزأ من لعبتنا الجميله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فرايك واحترم، اعمل لك ايه؟